كاف 24 تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. كنا خدامين مع هاد الناس 15 سنة، هادي ديما واحدة كتخدم بالسميك، السميك يعني 200 وكذا و 70 ريال الساعة. هاد الناس هادو استغلوا هاد الجائحة ديال الكورونا وجينا قالوا لك اسيدي داك السي على حسن كتخدم دابا 9 سوايع كيقيدوا لك 5 سوايع. قلنا لهم اودي هاد الشيء راه ما كاين، انا شوف القانون باش كاين هاد الشيء. واه انا نخدم 9 سوايع تقيد ليا 5 سوايع، علاش كيفاش؟ قال لك بيتي ما بيتي الباب. خرجنا جينا جلسنا حدا الباب، جات السلطه، جا انسبيكتور الترافاي، قالوا لك اجي نديروا الحوار في الباشاويه. مشينا للباشاويه درنا الحوار معهم، طبقنا سنينا الالتزام بان هذاك الشيء يرجع كما كان. صافي طبقنا 7 الصباح نجيو نخدموا، مع الصباح كان نصادفوا عاوتاني بالباب مسدود والكلاب روحوا الراس ومنعونا من الدخول. وقالوا لك اودي راه تراجع على الباترون في القرار. وهذا الشيء كنطالبوا السلطات المعنيه بالتدخل. كم العامل دابا معكم؟ هنا كاين اسيدي تقريبا من 240 عامل. 240 عامل ما بين الناس ديال النهار والناس ديال الليل وواحد المجموعه فايت من الليل. وكلشي الوثائق ها هما السميات وليكارت ديالهم، ها لي ليستات ها هما كلشي مقاد. وداك المحضر راه مسيني فيه مفتي الشغل ومفتي الباشا والممثلين ديال الشركه. المهم في حاله كورونا كاين بزاف العمال، كاين شي 500 وكثر. المهم في حاله كورونا نقصوا الخدامه، ولات شي 200 ما بين 240 270 خدام. وحاليا راه جراو على كل شيء، سدوا الباب علينا كاملين. حقاش درنا معهم حلول البارح عند الباشاويه مع الباشا مع مفتي الشغل، قال لك بان صافي الامور هي هذيك. الغد في الصباح كيتفاجئوا صحاب النار، حيت كاين فوج ديال النار وفوج ديال الليل، كيتفاجئوا بان الباب مسدود. هاد القضيه ديال الباب مسدود واش يعني انه جراو عليكم؟ يعني انهم جراو علينا، ما بغاوكش تدخل، وكيقولوا لشي عناصر بان دخل من الباب الاخر، دخل ديالهم همايا، عناصر ديالهم هما، هذاك الشيء اللي كاين. بالنسبه للمطالب ديالكم؟ المطالب ديالنا هما بغينا السوايع ديالنا، السميك ديالنا عاديه، ماشي نخدم انا 9 سوايع غايب النهار كامل على ولادي وفي الاخر تقي لي 6 سوايع 5 سوايع، اشنو غناكل بها نكري بها؟ ما يمكنش. تقريبا كتخرج لك الشهر؟ كتخرج لي 56 الف ريال تقريبا، 60 الف ريال ديال السميك. وبالنسبه تقي لي 6 سوايع شحال تخرج؟ تخرج 19 الف ولا 36 الف ريال، وانا كاري بها 1000 درهم، اش غناكل؟ نعطيهم انا 1000 درهم من الكرا، تشيط لي 16 الف ريال واش غدي الشهر؟ ما يمكنش. هو كان طالب من جلالة الملك يحضر لينا وكاع ويصلح لينا هاد الامور هادي. صافي هادو هما المطالب ديالنا، 9 سوايع ديالنا السميك ولا 8 سوايع. صافي تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.